الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات. بسم الله الرحمن هذا القول بقوى المستهل، الحمد لك حمد كثير عن طيب يا ذو الجلال. يقول يحيي بن طحيش الدمع في خدي نزل من فرحتي، يرسم تعابير الأمل والابتهال. الشكر لك يا الله يا منعم علي بال الطالم، يا الأمير الغالي وعلي أخوها راسم. مليون مبروك النجاح يا فخر أبوكم والأمل كل إنجال أول وحققتم منايا والمنال. أرفع بكم راسي وأخوكم أبيات شعري والجمل، واليوم بتغزل بحد الشعر واصير المقال. يا أغلى من الدنيا وزينة قلب أبوكم والحلل، هذا نجاح بقوة تميز فرحنا للاحتفال. مبروك تفوقكم ومبروك ليبكم قال المثل، الابن مرآة والده يعكس صفاته والخصال. الفضل لله للأمة الكثير من الفضل، نبع الحنان اللي تعبت سنين العيال. وان عندها زوجه ونعم القلب ذي لجلي حمل حمل العنا في تربيتها وفعلها نضرب مثال. وساندتني بالدراسة بالكلام وبالفعل، هذه الحقيقة والحقيقة قال هذه بالرجال. نعم السند ان انت خرجت وتحقق بالامل، من جامعة عبد العزيز تخرجت وطاب المنال. امي سعادتكم وفكري في رضاكم ما غفل، يا بلسمي شفتكم انسى معانة المفارق والملل، واصبحتنا في حبكم مدمن وفرقتكم محال. يا زوجتي يا ساكنة في وسط عيوني والمقل الغالية، في تاج روحي وقلبي لو امرك محال. يا روحي يا نبض المشاعر بل ونفحة الغزل، يا مصدر الهامي واحساسي حالاتك والجمال. من اجلكم احيا اموت الروح اقطعها وصل، وحملوني في السعادة للجبال. راحتي هم بهجتي هم مرشدي خير العمل، هم عزتي هم قوتي بلهم جوابي والسؤال. هم كل شي عندي ولا لي بمحبتهم بدل غيرهم، للعيش ولا دنيا بتسوى لي ريال. هم نور من نورك ونورك طب قلبي والعلل، يا رب تحفظهم وتصلحهم وترزقهم حلال. واختم بذك رحمتنا صوت المؤذن قد سجل، منذ ظهر لليوم دين الحق وأذن الاهتلال. منذ ظهر لليوم دين الحق وأذن الاهتلال. العامة والخاصة جوال 05 055 87